القادمة. طيب النهاردة بالمناسبة طبعا زي ما حضراتكم عارفين في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله وقفنا طبعا التصويت على من سيكون الطرف الثاني في النادي الأهلي أو في مباراة النادي الأهلي في دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا بداية من الساعة 7 النهاردة، المسابقة اللي احنا عاملينها لحضراتكم و10 تيشيرتات لأسماء الفائزين بمسابقة من سيكون الطرف الثاني اللي توقف التصويت عليها النهاردة الساعة 7، من سيكون الطرف الثاني في مواجهة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في دور الثمانية. وطبعا اتعرف ان هو سان داونز. كل الناس اللي كانت بعتلنا، احنا وصلنا تقريبا داخلين في 65,000 تعليق على البوست الرسمي اللي احنا هنشوف او هنختار منه اسماء المتسابقين او اسماء الفائزين في هذه المباراة، في هذه المسابقة اللي عاملينها لكم من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال ملعب الأهلي. سمير حطها على الشاشة على طول. طيب ربنا يخليك يا دكتور محمد. والله يعني الدكتور محمد دلوقتي كمان بيقول لي لا هم مش 10 تيشيرتات، هم 20 تيشيرت. دكتور محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي بيقول لي حالا ان لا هم مش 10 تيشيرتات، هم 20 تيشيرت. بما ان يعني الحقيقة احنا قلنا مثلا هيجي ايه 20 25 ألف، لا احنا وصلنا ل 60 65 ألف. وبالتالي كنا قاعدين انا والدكتور محمد قبل الهوا وبتكلم معاه، قال لي هنحاول. دلوقتي بيبلغوني بيقولوا لي الدكتور محمد بيقول ان احنا هنوصل ل 20 تيشيرت ان شاء الله. اذا هناك 20 فائز ب 20 تيشيرت للنادي الاهلي، وهقول لكم بقى ان شاء الله بس بدايه الاسبوع اللي جاي على مفاجاه حلوه جدا جدا جدا. احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله داخل النادي الاهلي او داخل قناه النادي الاهلي هيبقى عندنا مفاجات كثيره جدا، مفاجات كثيره جدا. وصدقوني المفاجات القادمه انا اتوقع ان هي تبسط حضراتكم لانها حاجات تخص الجمهور، وهنشوف لقاءات مهمة جدا 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 خلال الفترة القادمة، ومفاجآت يعني إن شاء الله هنبقى نعلنها على حضراتكم واحدة واحدة خلال الفترة اللي جاية. ولكن النهاردة مرة تانية أنا بشكر رئيس قناة النادي الأهلي الدكتور محمد العدل على إن هو معلى التيشيرتات. من 10 تيشيرتات أو من 10 فائزين هيفوزوا بهذه المسابقة، من سيكون الطرف الثاني في مباراة النادي الأهلي في دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا خلاص اتعرف وأقيمت القرعة، وهيبقى سان داونز إن شاء الله. إن احنا وصل لنا 60 65 ألف تعليق، وبالتالي الدكتور محمد بيبلغوني دلوقتي أو بلغوني من شوية إن الدكتور محمد قال إن هم هيبقوا 20 تيشيرت إن شاء الله، كلهم من التيشيرتات اللي حضراتكم بتحبوها وكل الأرقام اللي حضراتكم بتحبوها للاعبينكم المفضلين. 20 تيشيرت لكل اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي. والمفاجأة الكبيرة بقى هتبقى في المسابقة اللي جاية. المسابقة اللي جاية بقى عندنا هتبقى تيشيرتات بس هتبقى ممضية. ممضية من مين مش هقول لكم دلوقتي، ممضية من مين مش هقول لكم دلوقتي. ولو عايزين توصلوها ل 120 ألف تعليق أنا هبقى مبسوط بالمناسبة. يعني لو عايزين توصلوها ل 120 ألف تعليق هطلع برضو انا والدكتور محمد، هيدوس هنا شويه ويدوس هنا شويه عشان يجيب لنا بدل ال 20 يجيب لنا 30 و40 تيشيرت كمان. احنا هنتعب الناس اللي هتمضي على التيشيرت بس ما فيش مشكله، الناس تتعب عشان خاطر حضراتكم. بس هي مفاجاه حضراتكم هتحبوها جدا 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 جدا. هو ده اللي انا هقدر اقوله، مش هقدر اقول اكتر من كده عشان هم انا لو قعدت لو فضلت شويه اتكلم في الموضوع ده هقول لكم مين، بس مش هقدر اقول مين برضه. عموما زي ما قلت لحضراتكم المسابقه دي خلاص توقفت في تمام الساعه 7، بقوا من 10 تيشيرتات او من 10 اسماء فائزين هياخدوا تيشيرتات للنادي الاهلي، بقى هناك 20 فائز ب 20 تيشيرت لتيشيرتات النادي الاهلي. وفي اخر الحلقه ان شاء الله هطلع اقف مع حضراتكم على الوول هناك او على الشاشه هناك وهختار امام حضراتكم. انا مش هعمل اي حاجه، انا هختار امام حضراتكم كده، هنقعد نفر لغايه لما نوصل للاختيارات العشوائية اللي هتشوفوها على الشاشة.